السلام عليكم، جمعة مباركة على الجميع. موضوع مقاومة الأنسولين وموضوع مقاومة حرق الدهون الثلاثية. مقاومة الأنسولين بتنتج لأنه صار في عنا اكتفاء ذاتي في خلايا الجسم كلها من استقبال عنصر من عناصر الطاقة اللي بحاجة له الخلية، اللي هو الجلوكوز اللي موجود في الدم. فهذه الممانعة بتؤدي لتراكم هذا السكر وهذا الجلوكوز في داخل الأوعية الدموية. وفي عنا المشكلة الثانية انه في عنا تراكم في الدهون الثلاثية اللي بتنتج عن نوعية ثانية من السكريات اللي هي كمان الفركتوز. بتساعد الفركتوز اللي هو سكر الفواكه في تكوين الدهون الثلاثية اللي هي مصدر للطاقة بحاجة لها الخلايا. فالمشكلة الرئيسية صارت عنا في الخلية انه في عنا اكتفاء ذاتي، وبدنا نعيد ونرجع مقاومة الانسولين وانه الخلية ترجع تستقبل هالسكر. لازم نتخذ اجراءات معينة، بدنا نحرق اكثر من هالدهون الثلاثية ونخلي الخلايا تأخذها كمصدر للطاقة وما تتجمع في الأوعية الدموية وتسبب التهابات وانفجارات والجلطات. في هاي الحالة لازم نتخذ هاي الإجراءات. الإجراءات اللي لازم نتخذها بترتكز على أربع قواعد رئيسية. القاعدة الأولى اللي هي التغذوية، ما ندخل نشويات، ما ندخل سكر أبيض، ما نكثر من الفواكه. في هاي الحالة منعنا زيادة في ارتفاع الدهون الثلاثية ومنعنا زيادة في ارتفاع الانسولين وارتفاع الجلوكوز في الدم. ثاني شغلة اللي هي الحركة والتمارين. الكل مجمع ان هذه وسيلة فعالة لتخفيف حدة الكوليسترول، حدة الدهون الثلاثية وحدة السكر في الدم وإرجاع المعادلة للوضع الطبيعي. بس اللي ما يعني بدنا نعرف أكثر اليوم شو هي أفضل تمارين اللي ممكن نعملها اللي تحقق الـ 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 الغرض هذا. والعنصر الثالث اللي بده يزيد مستوى السكر في الدم وارتفاع السكر في الدم والجلوكوز اللي هو العنصر الهرموني. العنصر الهرموني بتركز على هرمون الكورتيزول، هرمون الضغط النفسي. ارتفاعه حتميا حيرفع السكر وحيرفع الكوليسترول وحيرفع الدهون الثلاثية كمصدر للطاقة في حالة بحاجة انه احنا نستغل مصدر الطاقة. واذا انا بدي اتبع شيء ثاني والخطوة الثالثة لتغيير المعادلة اللي هو الصيام، الصيام المتقطع. بس في هاي الحالة بدي أربط الصيام بعدم زيادة أكثر للكورتيزول. نفس الشيء التمارين، ما بدي أعمل تمارين وأزيد الكورتيزول والسترس مع التمارين هذه، وفي هاي الحالة أنا باخذ نتيجة عكسية، برتفع السكر أكثر في الدم. فما بستفيد. الصيام، التمارين لازم تمشي على قواعد معينة. فصار في عنا ثلاث قواعد: التغذوية والحركة والقاعدة ان الصيام على أساس زيادة الحرق، والشغلة الرابعة اللي هي الهدوء النفسي وعدم وضع حالنا في اي موقف بيؤدي لضغط نفسي. ان نمنع حالي عن اي مأكولات او اي مشروبات هذا ضغط نفسي للخلايا، فالخلايا حتزيد والجسم حيزيد الستريس وحيزيد الكورتيزول وحيزيد السكر. اني امنع حالي من بعض الشغلات بشكل كبير وما اسمح لحالي انه اخذها، كمان هذا بيؤدي لضغط كبير. ومنع النفس لازم تكون موجودة اللي تخطى هاي المرحلة. بس بدي عادل الميزان، بدي عادل ميزان الكورتيزول وميزان الانسولين، اني اعادلها. والوحيد اللي ممكن اعادلها اللي هو انتو حضراتكم فقط، ان بنعادلها بطرق صح وبنحسبها صح، في هالحالة بنعادل الميزان هذا.
أول شيء ميزان الرياضة والتمارين. التمارين أثبتت الدراسات كلها نجاحتها في تخفيف نسبة السكر ومقاومة الأنسولين أكثر من 30% خلال فقط ممارستها أسبوعين لمدة 15 دقيقة 16 دقيقة يوميا. أسبوعين فقط عملت هذه النتيجة. بس التمارين اللي تستخدم لإرجاع مقاومة الأنسولين لازم تكون تمارين تنعمل أول شيء ما يكون فيها تعب، بس نوصل لمرحلة التعب. لازم نضغط على حالنا ونشد على حالنا في الحركات وفي أي مجهود منا نسويه لمدة 30 ثانية، نحاول أقصى ما عنا إلا نوصل حالنا لمرحلة التعب. 30 ثانية فترة بسيطة، 30 ثانية يعني ببقى قاعد، 1 2 3 4 5 6 7 مرات بحس حالي مش قادر، كمان مرة 8 مرات، هذه مرحلة التعب. هيك أنا رفعت الإنسولين، رفعت حرق الطاقة هذه، أجبرت الخلايا العضلية اللي هي تشكل 30-40% من حجم الجسم، والعضلات هي اللي بدها هي المصدر الرئيسي لحرق السعرات الحرارية وحرق السكر وحرق الطاقة. كل ما حركت عضلاتي أكثر وضغطت عليها أكثر، كل ما زادت التوصيلات العصبية وزاد الإفراز هذه الهرمونات اللي حتحرك، لأنه بدنا طاقة وبدنا إعادة بناء، لأنه الاسترس والتمارين بسبب يعني التهابات ودمج في الخلايا العضلية، فبده إعادة بناء، فعشان هيك بنتعب. وإحنا بدناش نتعب، 30 ثانية كفاية، نص دقيقة أقوم أعمل شغلة بسيطة، بعدين بعد النص دقيقة لازم أرتاح، لازم أقعد أخذ حركات تنفسية، أعمل لي شوية شهيق وزفير شهيق وزفير، لأنه إذا بدنا نحرق سكر كمان هذا الحكي بنطبق على الناس اللي بدهم يخسروا وزن، إذا بدي أضغط على حالي وتمارين وسترس وعشان أخسر وزن، مش هنخسر وزن، بالعكس هذا بالنسبة للجسم للدماغ سترس وضغط نفسي، معناته خلي هالشحوم على جنب ومبديش أحرقها، لأنه هذا هو مصدر الطاقة لإلنا. الشحوم الكربوهيدرات والسكر بنحرك بسرعة، يوم يومين بنحرقها، إذا صمنا 16 ساعة بنحرق السكر اللي في الدم، بس الشحوم إلها مقدرة رهيبة على تخزين الطاقة، فالطاقة موجودة في الشحوم، والشحوم إذا في ضغط نفسي وفي ستريس مش حتنحرك، الجسم مش هيحرقها. في هاي الحالة إذا بدي أخسر وزن وبدي أنزل سكر، لازم أشد على حالي شوي في التمارين. لما بدي أمشي مثلا أمشي أبو 10-20 متر عقد ما أتحمل، بحيث أنا نفسي أوصل لمرحلة خلاص مش قادر، في هالحالة بوقف، ممكن يكون بعد نص دقيقة بعد دقيقة بعد دقيقتين حسب انتو حالتكم، في هالحالة بوقف بعمل تمارين تنفسية. التمارين التنفسية تمارين الأروبيك أخذ الأكسجين، يعني بدنا نتمرن ناخذ شهيق ونحرك على مهلنا ونطلع زفير ونطلع الطاقة ونطلع ثاني أكسيد الكربون اللي هي منتجات الحرق. يعني إذا بدنا نسرع من الحرق ومن خسارة الشحوم والسكر، بس إذا تنفسنا لحالها شهيق وزفير وطلع كمية أكبر هواء لمدة 5-6 مرات بين التمارين، هاي كمان بحرق سعرات حرارية، وأنا بنزل في هاي الحالة بطريقة غير مباشرة الكورتيزول، بنزل الضغط وبعالج الضغط يعني بالمناسبة، وبخفف من كل أعراض ارتفاع السكر في الدم، وبحرق طاقة، الطاقة هاي اللي هي مش موجودة عندنا، مش لأنه فيش مصادر مولانجس أجسامنا مصادر للطاقة، بس إحنا مش قادرين نتحرك أو نعملها. فالتمارين تكون تحددوا لحالكم 16 دقيقة 15 دقيقة في اليوم، أو تعملوها عشوائيا وانت بيجوا على بالكم 5 دقائق بتقوموا بتوقفوا بتعملوا بعض الحركات
بتعملوا تمارين ضغط، بتمشوا، بتركضوا، بتهرولوا، نص دقيقة دقيقة بترتاحوا، نص دقيقة دقيقة بترتاحوا. أعمال رفع أثقال، رفع أحمال، قد ما تتحملوا، كل واحد حسب تحمله. إذا يا خالتي أنا مش قادر أوقف ولا قادر أعمل تمارين، مش مشكلة، أنا بحط إجري وبصير كل شوية أرفع. ممكن بعد 5 مرات أتعب يا خالتي، برتاح، انتهى. هاي دقيقة دقيقتين، برد أكررها كمان ساعة ساعتين، وبرد أعمل لي 3-4 حركات. المرة الثانية بتصير مش 5 مرات واصل للتعب، بتصير 6 مرات 7 مرات. اليوم الثاني بصير أعملها 10 مرات وما تعبش. الأسبوع الثاني بصير أعملها 20 مرة وما أتعب، وبقوي ظهري وبقوي عضلات بطني وبنسى الألم من هالتمارين هذه. ماشي. فهذا بالنسبة للتمارين. بالنسبة اللي هي عملوها زي ما بدكم وعلى راحتكم، وما تضغطوا حالكم، وانت ما بدكم، وافضل شيء توزعوها وتبلشوها في الفترة الصباحية قبل الساعة 6 مع اضاءة قوية من البيت اذا في شيء اشعة شمس. بتعملوا التمارين هاي، وهذه التمارين حتساعد انكم تناموا بدري. والنوم ونوعية النوم مهمة كتير في تخفيف مقاومة الأنسولين وحرق السكر وحرق الشحوم، لأنه عملية النوم إذا كانت جيدة وعميقة هذا حرق للمصادر والطاقة اللي موجودة في جسمنا لبناء هرمونات النمو وإرجاع عمل الكولاجين والخلايا العضلية والخلايا العصبية كله أثناء فترة الإصلاحات هذه فترة الليل. بالنسبة للصيام، كل واحد حسب مقدرته، والصيام الهدف منه إذا بدنا ناخذ فعالية أفضل للصيام، المفروض مش يكون هدف علاجي أو هدف إني أخسر وزن أو هدف إني أنظف الكولون أو هدف إني أزيل هالسموم من جسمي أو هدف إني أزيد من هرمون النمو وهرمونات الراحة النفسية في دماغي. لا، الهدف منه دائما بيكون هدف تاني، المفروض يكون هدف تاني. اذا صيام اسلامي هدف روحاني، اذا هدف روحاني اذا انا ما بحط حالي تحت اي ضغط لا نفسي ولا بدني، وانا تقبلت الموضوع كأنا بعمل هالصيام هذه هيك على مزاجي لاني مقتنع لاني مؤمن. هذا هو الصيام اللي هيعطيكم نتيجة كويسة انكم تخسروا وزن وتخسروا من هالشحوم وهالسكر في الدم. بس انه اذا حطيت حالي ضغط تحت ضغط، جوعان، عطشان، مش قادر اوقف عن الدخان، مش قادر اوقف عن كذا، في هاي الحالة لا فينا ولا في صيامنا. في هاي الحالة احنا بنفعل الكورتيزول وبنضلنا في حالة ضغط نفسي وبنتمشكل في الشغل وبنتمشكل مع مين ما نشوفه من الوضع النفسي السيء اللي حطينا فيه، لأنه بلشنا خطأ ونفسيتنا ونيتنا من عملية الصيام كانت في البداية خطأ، وهيك ما تتوقعوا أي شيء. فالصيام لازم يكون شوي شوي، وفترة الصيام أو بعد الصيام ركزوا على المياه. بدكم تصوموا، صوموا عن أي شيء حسب حاجتكم حسب قدرتكم. بدكم تصوموا عن السكر، صوموا لكم شوي عن السكر. بدكم تصوموا عن الدخان والتدخين، صوموا عن الدخان لمدة أسبوع أو أسبوعين، يعني قضوا لكم أسبوعين، واعملوا هاي الحركات التمارين 4-5 مرات في اليوم إذا بتقدروا على تقطع، أو تروحوا مشوار مشي بسيط، مشي خفيف، في مشي خفيف وفي هرولة. الفترة الصباحية بتروحوا لكم نص ساعة، الفترة المسائية نص ساعة. بتتعرضوا في الفترة الصباحية لأشعة الشمس، بتاخذوا فيتامين دال، وكمان فيتامين دال رئيسي لأنه نخفف من مقاومة الإنسولين ونحرق السعرات الحرارية ونخفف من الكورتيزول، يعني عن طريق انه نعمل تمارين مع أشعة الشمس. ووقت الغروب بناخذ أشعة تانية اللي هي الانفراريد راديشن تحت الحمراء. هاي الأشعة كمان أكبر مضاد أكسدي، وهذه الأشعة تحت الحمراء اللي بتيجي من الشمس الغروب هذه بتفعل إفراز الميلاتونين هرمون النوم. ففي هاي الحالة حننام كويس، وإذا نمنا كويس كمان حنخفف من مقاومة الإنسولين، وهيك العملية بترجع للنظام.
إذا بنحاول نلتزم مدة أسبوعين بنشوف تغيير أقل شيء 50%، 50%. ومع هاي العملية كلها نختصر الموضوع التغذوي، إن كنت بيقعدوا عن النشويات زي الخبز والشغلات اللي بتنحرك بسرعة، أو السكر أو الحلويات، قد ما تقدروا ابعدوا، قد ما تقدروا بس خففوا للنص أقل ما فيها، وهي بتكون كفاية. الشوربات التزموا بصحن سلطة وصحن شوربة في اليوم، السلطة مع موعد الغداء، والشوربة في الفترة المسائية، شوربة عظام، شوربة لحوم، شوربة دجاج، أي أنواع من الشوربات. وهيك بتطلعوا من هالأسبوعين هدول، إذا التزمتوا كل يوم كل يوم كل يوم شغلات خفيفة بسيطة، أقل شيء 50% تخفيف من السكر، من مقاومة الأنسولين، ومن إمكانية وجود كورتيزول عالي عندكم ودهون ثلاثية عالية، وبتضمنوا إنكم خففتوا كتير من الأعراض زي ارتفاع الضغط زي ما حكينا، وزي التنميل في الأطراف، وزي الالتهابات المتكررة اللي موجودة في جسمنا، وضبطنا النظام الهرموني شوي، وخففنا من الضغط النفسي، ورجعنا النوم لوضعه الطبيعي نوعا ما، أو ساعدتنا في إنه نرجع ننام كويس. شكرا لكم. بجوز في شغلات مخفية تانية حتحصلوا عليها، خبرونا فيها بالتعليقات. سلامات.